فضيلة الشيخ، يقول السائل: أحد المدرسين مدرسي التربية الإسلامية في بعض المدارس الأهلية يفتي للطلاب بأن القزع مكروه، فقيل له في ذلك بأن القزع مكروه، فقيل له في ذلك فقال إنه قرأ في كتاب نسيت اسمه أن جمهور العلماء يقولون إنه مكروه، وقيل له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، فقال نحن نتفق أننا لسنا مجتهدين ننظر في الأدلة، فقال نحن نتفق أننا لسنا مجتهدين ننظر في الأدلة ولا أقبل كلامكم، أريد كلام أحد العلماء المجتهدين، فما تقولون في ذلك؟ ما دام نسي الكتاب ما ندري، يجيب الكتاب ونشوف، ما دام أنه نسب الكلام إلى كتاب مجهول ونسيه لازم من إحضاره والنظر فيه ونقرأ العبارة ونشوف. لكن الأصل في الأمر، الأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم، لا سيما وأن هذا من التشبه بالنصارى، التشبه بهم حرام. نعم، انت تحصل الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.